أسباب وقوع الشرك ما هي الأسباب حتى نجتنبها؟ الغلو في الصالحين هو سبب الشرك قديما وحديثا. والثاني الغلو في قبور الصالحين الصغيرة والثانية تعبد من دون الله كم حصل في قبر الله. والثالث مضرة العكوف عند القبور لعمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى هذا؟ أي أنه متقدد عند الصحابة رضوان الله عليهم أنه الأموات يدفنوا في البيوت صح؟ في المساجد لا. أي قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. إذا ندفنهم أي في خارج البنيان في المقابر. ومتقرر عند الصحابة رضوان الله عليهم هذا. الثاني لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تهجروا البيوت وتتركوا فيها صلاة النافلة قراءة القرآن الاستغفار. نعم إذن المقابر لا يمكن أن يصنع عندها شيء من العبادة إلا الزيارة الشرعية بشروطها. لو قلنا غدا بإذن الله نختم كتاب التوحيد عند الفقيه نقول لا تجعلوا الدليل بيوتكم قبورا. نعم متقرر هذا عند الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا يمكن يكون عند القبور صلاة قراءة قرآن ياسين أو غير هذا. ولا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى تجعلوا قبري عيدا؟ العيد يأتينا مرة كل سنة، عيد الفطر مرة كل سنة، والأضحى كذا يتكرر. نعم فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكرار الزيارة لقبر عليه الصلاة والسلام، تزور القبر كل عام كل شهر كل أسبوع كل جمعة. قال لا تجعلوا قبري عيدا يعاد وتكرر. وقال عيادة المريض. لماذا؟ لأن تعود وتكرر عليه الزيارة على المريض، تعود وتكرر. لا تجعلوا قبري عيدا. طيب نريد نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يصل إليه من أي مكان، ما أنت ومن بالشام إلا سواء. وآل البيت كان يقول هذا، كان يقول هذا، وكان آل البيت ينهون عن الشرك. فنحن المفروض من باب أولى أن ننهى، فلا نجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. طيب بهذا انتهى القسم الرابع، الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله كما حصل في قبر اللات. اللات رجل صالح كان يلث يفت السويق للحاج. السويق مثل الحيسة، نوع من التمر مع شيء من السمن، وكان يطعم الحجاج. فمات فعكفه على قبره حتى صار من أكبر الأوثان التي تعبد من دون الله. القبور عندنا عند أهل الإسلام على ما ترى ولله الحمد الآن في البقيع، القبر الأصل أن يرتفع عن الأرض مقدار شبر يسلم كالسنام، يوضع عليه حجر أو حجرين، صخرة 20 حجر، كتابة، أشجار، ورود، رخام، سمنت، إضاءة، لا شيء من هذا. مفهوم؟ هذه القبور تسوى على السنة وتسوى بما حولها، لأنه لا يمكن أن يكون على قبر حجرين وعلى قبر 3 أحجار. عندما تدخل تعتقد أن لهذا القبر مزية عن بقية القبور، لا، تكون القبور متساوية. وقلنا القبور الأصل تكون خارج البنيان. الشيخ بن عثيمين رحمه الله حتى يقول بناء السور لا يجوز حول القبور. إذا اضطر الناس لبناء شيء حتى يحافظ على القبور من دخول الناس والشرك ونفس القبور السحرة مثلا، ماذا نصنع؟ نبني سياج حديد، لا بناء، لا إضاءة ولا غيرها ولا أشجار. اضطر الناس اليوم للدفن في الليل مثل ما يدفنون الآن بعد العشاء، ماذا نصنع؟ نأتي بالمصابيح المؤقتة ثم تدفن. نعم. الثالث الزيارات عندنا للقبور تنقسم إلى 3 أقسام، زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. زيارة القبور تنقسم إلى 3 أقسام،
زيارة شرعية بدعية شركية. الزيارة الشرعية الأول لها شروط. الشرط الأول أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إذا لعب بك الشيطان وبدأ يوسوس لك اذهب إلى القبور حتى يذهب عنك، لكن زيارة شرعية لا زيارة بدعية. الثاني ألا يشد إليها الرحل، يعني لا يمكن أن يسافر هذا الأخ من المدينة لزيارة بدر أبدا، ما يمكن. نعم. الثالث أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات، فإن نوى بهذه الزيارة دعاء الله عند الأموات هذه زيارة بدعية. نوى بهذه الزيارة دعاء الأموات من دون الله أو مع الله فهذه زيارة شركية، بل هي الشرك الأكبر. الثالث الرابع قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد. لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم، ثلاث مؤكدات: رسول من أنفسكم يعني من البشر، وفي قراءة من أنفسكم من أشرفكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه أي يشق عليه ما يشق عليكم، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الخلق، بادل غاية جهده في دفع المكروه، المستفاد من قوله عزيز عليه ما عنتم، وبادل غاية جهده في جلب المحبوب، المستفاد من قوله حريص عليكم أي على هدايتكم. لم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا وأمر به، ولا شيء يبعد عن الله إلا ونهى عنه. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني بغير المؤمنين ليس على هذا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لقد جاءكم كفار، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا، ولم تكن الآية فإن توليتم، هذا اللي قلنا بالأمس أسرعوا بالجنازة وإنما الأعمال بالنيات، هو على ملة عبد المطلب. لا يمكن أن يوصف هنا يعود الضمير على من؟ على أهل الإسلام. فإن تولوا، وأيضا هذا تنبيه للقارئ، عندما يقرأ القارئ على وتيرة واحدة لا ينتبه، لكن عندما تتغير الضمائر ينتبه القارئ، خاصة حفاظ القرآن. طيب،